سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة. مجلة سياحية زور بلادك، مرحبا بكم في حاضنة الثقافة الأندلسية مدينة تطوان اللي غادي نحيو فيها اليوم زيارة سياحية ثقافية في وسط مدينتها القديمة، في وسط أصالة معمارها، عادات ناسها، حرفتهم التقليدية. وهذا الشيء غادي نتعرفوا عليهم رفقة حنان ورجلها نبيل، اللي قبل ما نديكم تعرفوا عليهم نخليكم مع الملخص. برنامجنا هذه المرة وانطلاقا من سوق الحوت القديم غادي نبداو زيارتنا للمدينة القديمة لتطوان اللي غادي نتعرفوا فيها على فن العمارة الأندلسية ديال أحيائها، زنيقاتها، بيبانها وسقاياتها بأدق التفاصيل. غادي نقدروا نزوروا حتى نماذج معمارية أندلسية لديور تقليدية قديمة. وما حدنا في وسط المدينة القديمة غادي نكتشفوا حتى شنو هما أهم الحرف التقليدية والعادات التطوانية اللي بقات محافظة عليهم المدينة بلا ما نضيعوا علينا تذوق ألذ الشهيوات المحلية. زينب مرحبا بنا عندكم في هذه الأجواء التطوانية. شكرا، بارك الله فيك، تبارك الله عليك، صباح الطاقة الإيجابية والأدرينالين ومتعة السفر. متحمسة زينب باش ترافقنا بزاف إن شاء الله. حنا متحمسين، قولي لنا شنو وجدتي لنا في البرنامج ديال اليوم؟ أولا مرحبا بكم كيف ما قلتي في تطوان للحمامة البيضاء لكل هسيل مسلم، وهي مصنفة تراث عالمي للإنسانية. صراحة في هذه الزيارة ولا الجولة السياحية بغيت نثبت لكم بأن السفر هو فعلا علاج للروح. ملي كتدخل هذه المدينة القديمة صراحة كتحس وكأنك كتعيش الزمن الجميل لكل خصوصيات غادي تروى من الاجيال القادمه ان شاء الله. ايوا شنو هو البرنامج؟ بعد عطينا الجوله ديال اليوم ان شاء الله. من خلال هذه الجوله السياحيه لمدينه تطوان غادي نكتشفوا المدينه العتيقه، يعني غادي نشوفوا المعالم التاريخيه، وغادي نعملوا جوله ان شاء الله في هذا السوق اللي هو سوق الحوت القديم. غادي نلبسكم ان شاء الله لباس تقليدي الجبلي، وغادي نعملوا جوله ان شاء الله في جهه الملح، غتذوقوا يعني احلى المنتوجات التقليديه ان شاء الله. ايوا حتى انتم استعدوا باش توغلوا معنا وسط الاصاله ديال المدينه القديمه ديال تطوان باش نتعرفوا على عاداتهم، على تقاليدهم، على بزاف الحوايج. كيبان لي دابا نبداو الجوله ديالنا ياك. ان شاء الله على بركه الله. كنتساراو في وسط معمار المدينة القديمة وضحت لنا زينب باللي كل درب وكل باب هنا عنده قيمة تاريخية وخصائص عمرانية بتفاصيل هندسية عميقة. داكشي علاش فضلاتي رافقنا في هذه الجولة طه اللي هو المهندس المعماري المسؤول عن إعادة تأهيل وصيانة التراث المعماري للمدينة القديمة ديال تطوان. السلام عليكم. والسلام لله. مرحبا بنا عندكم في تطوان. بارك فيك، مرحبا بكم. حنا في المجمع السكني، في مجمع القصبة ديال سيدي المنظري اللي هو أول حي، أول نواة ديال المدينة العتيقة. وهذا المجمع كيحتوي على واحد المجموعة ديال المرافق ديالو من غير الدار ديالو، كاين واحد المجموعة ديال المعالم كالجامع القصبة كدار الحكم. سيد المنظري هو المؤسس للمدينة العتيقة بعد ما تم الهدم ديالها، حيت تطوان بين الخصوصية ديالها أنها تهدمت بزاف مرات وكانوا كيعيطوا لها المهدومة، وسيد المنظري بنى هذه القصبة على الأنقاض ديال المدينة القديمة، وكنشوفوا واحد من الأقواس من ديك الحقبة قبل ما تعاود التأسيس ديالها. ونقدروا نشوفوها من الداخل؟ تفضلوا. حنا دابا في حدا دار سيد المنظري اللي بناها كيف ما قلت لكم توتالوغ على الانقاض المدينه القديمه، وهذا واحد الدلاله ديك الحقبه هذه، واحد القوس عنده اكثر من 5 القرون. دونك هو استعمل هذه الحيوط وهذه الاقواس باش بنى المدينه الجديده اللي بدات من الدار ديالو، واحد المجموعه سكنيه حنا غنشوفوها اللي كانت اول نواه سكنيه مبنيه في تطوان. دونك هذه هي دارو. طبيعة الحال الدار دابا ساكنه حيت تباعت عده مرات، ولكن كاين واحد اللوحه التشويريه. تطوان هي من بين المدن القلائل اللي عندهم مجموعه اللوحات التشويريه على المعالم ديال المدينه كلهم،
يمكن السائح يشوف يعرف هو قدام شنو المعلمه. وكما كتلاحظوا عاود هذا اللون ديال الباب واحد من الدلالات ديال تطوان على ان اللون البني هو اللون اللي كيرمز للابواب ديال تطوان خلافا المتاجر ولا الدكاكين اللي هم عندهم اللون الاخضر. قبل ما نوصلوا للمجموعه السكنيه بغيت نشرح لكم واحد الخصوصيه عاود اللي كاينه في تطوان، على ان كانوا الناس عندهم الحق زياده على انهم يشريوا القطعه الارضيه ديالهم باش يبنيوا الدار، كان عندهم الحق اذا بغاو يتوسعوا يشريوا الهواء. دونك شريوا الهواء بحال اللي كنشوفوا الهواء كان كيمكن له يتشرى، دونك سيتي كلك شوز ماتيريال كيمكن له يتشرى، وكانوا كيبنيو به هاد البيوت بواحد الطريقه اللي كتسمح لهم باش يتوسعوا في الدار، وفي نفس الوقت ما يخلقوش ضرر زناقي، حيت كما كتلاحظوا بقات واحد الخانه خاويه، حيت اذا تبنات غتظلم هذا الدرب. دونك كانوا كتقد دخل الضوء وميم طون كيمكن لهم الدار توسع بهم. وهذه اول مجموعه سكنيه اللي تبنات في تطوان هي هذه. بصراحة هاد التفاصيل كيف ما كتلاحظوا يعني مهمة للسائح، وهذا هو الهدف ديالنا يعني من هاد الجولة، أن اللي جاي يزور تطوان يشوفها بعين سائح. شنو زعما عين سائح؟ عين سائح هو أنني كنتمعن بدقة في كل التفاصيل، يعني بحال اللي كنشوفها لأول مرة وكنباهر بها وكنحس بهاد الجديد وهاد المثير اللي بصراحة كيميز مدينة تطوان. إذا هذه أول مجموعة سكنية اللي تبنات أمام بجوار دار السيد المنظري، وكيف ما كتلاحظوا هي ما مبنياش بطريقة بحال في المدن العتيقة بدروبة ولا أزقة اللي مبني فيها ديور، ولكن عبارة عن ساحة اللي إذا لاحظنا العبر ديالها بالضبط مربع، على داكشي ساحة في تطوان مسميين التربيعات ماشي ساحة. كنتواجدوا دابا في واحدة من المرافق المهمة ديال القصبة اللي هي دار الحكم، اللي هي في نفس الوقت كانت واحد من المداخل الرئيسية، وكان المطاع اللي كيحكم فيها سيد المنظري اللي الدار ديالو حنا شفناها قريبة، دونك كان كيجلس في هذا المطاع هذا كيحكم بين الناس اللي كيجلسوا يتسناو النوبة ديالو بحال المحكمة. والهندسة ديالها مستوعبة واحدة من البيبان ديال القصر الحمراء، الهندسه الطريقه ديالها شفتوا هي مختلفه على المدينه، ماشي لون ابيض وداكشي، ولكن فيها واحد الهندسه اللي مقتبسه، لانه هو جاب بعض الافكار اندلسيه معاه ملي جا من الاندلس. ما قلتوش ليا شنو هو الدافع اللي خلاكم تختاروا هذا السيركوي، علاش مدينة تطوان؟ هو الحقيقه باسكو ديما كندوزو من تطوان نكونوا دو باساج باش نمشيو لاسبانيا، ما عملنا هكا ان سيركوي نشوفوا فيه شي حاجات اخرى. المدينه العربي اول مره نجيها. ياك المدينه العربي؟ المدينه القديمه. المدينه القديمه كنقولوا البلاد العربي. تونس بلاد العربي. علاش اخويا ما عمرك جبتي الماده من تطوان؟ بحالي بحال راني ما جبتش لتطوان، لانه حتى انا ملي كنت صغير كنت كنسافر مع لي بارون، كنا كنمشيو ديما بزاف المضيق، وعمرو ما كنا تطوان كانت دو باساج كيف ما قالت حنان، يعني عمرنا ما دخلنا لها. كدوز تطوان الا كان الواليد تيدوز للستاسيون ولا ناكلوا شي حاجه باش نكملوا الطريق. وزيدون عاوتاني منين كبرت بلايص كنت كنمشي لاسبان بزاف، ما كدوز على طنجه كدوز على سبته، دونك سي لا ميم شوز ديما تطوان في دو باساج. هاد الساحه اللي خرجنا فيها دابا معروفه بساحه الغرسه الكبيره، فين كيتعرضوا فيها بعض المنتوجات التقليديه والقطع الاثريه، وكيتخللها جامع قديم محادي مع متحف التراث الديني لوقاش. هذا المتحف للتراث الديني لوقاش هو اول متحف اسلامي تنشا في المغرب في 2011 من بعد ما كان اقامه خاصه بطلبه التعليم العتيق. من غير هندسته المعماريه الاندلسيه الجميله وحنا كنتساراو على الغرف اللي فيه، قدرنا نتعرفوا على بزاف المعروضات التاريخية والأثرية المتعلقة بالحياة الدينية والتعليمية الأصيلة بالمغرب. كتسمع صوت الماء؟ فيه؟ لا؟ دابا كنسمعو. هذه واحدة من السقايات ديال المدينة العتيقة، نظام التوزيع ديال الماء ديالو اللي هو نظام تقليدي، سميتو الماء كان مسمي الماء البلد ولا ماء الله، حيت هو الاسم سماوه السكوندو حيت هو نظام ثانوي السكوندو، بحيث كيعتمد على واحد التوزيع بطريقة طبيعية سيستيم هيدروليك باش يوصل الماء للسقايات للديار الحمامات المرافق الجوامع اللي كيوزع على المدينه كلها. كانت تقنيه قديمه يعني جابوها الاندلس معاهم. تقنيه قديمه اللي خدموا فيها المهندسين
يخدموا في القصر الحمراء بالغرناطة وخدموا بواحد السيستم بحيث يتم دخل الماء بواحد السيستم سميته الطالع. هو كاين هنايا الرمز ديال الطالع كل دوك الماء كيكون ماجي بواحد الطريقه افقيه بهذا الطالع كيطلع باش كيقدر يخرج لا بريسيون للمرفق اللي بغا اما سقايه اما المرفق. انا طهر لاحظت بان هاد البيبان شويه مختلفين عن البيبان اللي شفنا قبل. انا لاحظت كاين شي رموز ديولاش هاد الرموز. هذه واحده من مظاهر التعايش اللي كاين بحيث هاد العائله هذه وهاد العائله اللي قبلتها كما كتلاحظوا نفس المبدا ما كيجوش البيبان قبلت بعضهم. وفي الرموز الابواب كنعرفوا الاصل العائله. هذا رمز كيعني رمانه غرنادين حتى هذه عائله مثلا غرناد. وهذه رمز كيرمز للخميسه عائله شرقيه مثلا من الشرق وكانوا في نفس الدرب كيتعايشوا هما جيران وما كانوش مشاكل. وهاد المظاهر التعايش ما كايناش غير بين العائلات نفس الاصل حتى عائلات من ديانات مختلفه. غنشوفوا في الملاح مثلا اللي هو حي يهودي كانوا كيتعايشوا مع الحي الاسلامي اللي كان حداهم. كما كتشوفوا كامل المنتوجات الجلدية وخصوصا البلغة لأنه هو معروف بالبلغة. كاين أنواع من البلاغة، كاين البلغة مثلا الجبلية الطلبية، يعني اللي بغى في الحقيقة البلغة على حقه وطريقة هذا هو المحل المناسب. هادشي ما بقاش كيتخدم اليوم، هذا آخر فرد واحد باقي كيخدم هادشي هذا، ولكن باقي كيخدموا بجبل حمر. هادشي هذا إلا زاد كاين البلغة المخوزة إلا زاد هذيك مشات تنصبت. باقي اليوم باقي البلغة التطوانية ديك اللي عند بوانتية، البلغة التطوانية عند بوانتية كتشوفها في الأعراس والمناسبات. هذيك باقي ثلاثة الناس كيخدموها، ثلاثة الناس كلهم الأعمار ديالهم في الستينات. إذا مشاو هاد ثلاثة الناس هادو مشات هاد البلغة. وباش ناخذوا فكرة على الأثمنة بحال هاد البلغة مثلا؟ الأثمنة دابا هادي بدا الثمن ديالها 70 مخير. عرفتي شحال فيها هاد القامة، شحال فيها هاد الجلد، شحال فيها هاد الخدمة. والله لها ثمن مادام عندها ثمن. كانت واجدو دابا حدا واحد الجامع اللي سميتها جامع الرابطة. كانت واحد السيدة مرتبطة بواحد الشخص، الزوج ديالها الخطيب ديالها مشى للحج ومات وما رجعش، وبقات كتسناه سنين وسنين وسنين. وحين ما رجعش باعت داك الشوار ديالها، كنقول الحوايج اللي كانت موجوداهم العرس، دارتهم في واحد الرابطة وسدت عليهم وباعتهم بفلوس ديالهم، بنات في هذه الأرض الجامع باش الناس يدعيو مع راجلها اللي مات. وبين الميزات ديالها اللي عندها واحد التاثير على المعمار هو انها هي بغات تاخذ الاكبر مساحه ممكنه باش الناس يكونوا اكثر عدد المصلين باش يدعيو معاه. هذاك الشيء عطات هذا الدرب اللي هو الدرب واحد، لان المساحه الجامع خدات مساحه كبيره. وفي نفس الوقت حتى الصومعه ديالها باش تزيد تكبر المساحه عملتها على برا الجامع، جات صومعه فوق الدرب نزلها على الخوا. هي الصومعه الوحيده يمكن في المغرب اللي فيها هاد لا ديسبوزيسيون هادي. كنظن هادي اصغر زنقه كنعيطوا لها الدرب واحد كدوز ايوا ندوزو منها. يلا نكتشفوا حنايا هاد وقصه هي ديال الجامعه، قصه مؤثره. شوف المنعي كيدار من هنا. وصراحة المسارية في وسط المدينة القديمة ديال تطوان بأصالتها بهندستها بألوانها روايحها ورواجها كاع ما يسخى بها الواحد. وجا الله باقي لينا النهار ديال غدا
فين نزيدو نكتشفو فيها حوايج اخرين. كي جاتكم المدينه القديمه ديال تطوان؟ ياسر حلوه مدينه تطوان، فريمون زوينه بزاف. برشا 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 برشا. وانت سي نبيل؟ تبارك الله داك الشيء غزال، ما ساخيش، كنفخر في لو روتور وما ساخيش نمشي لتطوان. فريمون بزاف الحوايج جداد، بزاف الحوايج باش كنعرفهم، سورتو المدينه العتيقه اللي زعما طحت بزاف السور وشاغل ديالها. الوغ دابا حنا في واحدة من الأزقة اللي هي تقريبا خصوصية ديال تطوان، هي النقيبة. دونك هادو الدروبة اللي كيجيو تحت الديور وفيهم دروج لي غادان، و سيدي راكورسي طرق مختصرة اللي كيوصلونا لمعالي مهمة بحال هادي النقيبة ديال الجامع الكبير اللي هو أهم معلمة في المدينة، و كتوصلنا الليلة بطريقة. أنا إذا حبيت توصل لبلاصة أقرب تاخذ هاد لي راكورسي، كتاخذ النقيبات اللي كيجيو تحت الديور. سيدي راكورسي هذا هو الجامع الكبير ولا الجامع الأعظم، وعنده واحد الميزه لانه كانوا عنده ثلاثه الابواب. كاينه الباب الرئيسيه اللي هي هذه اللي كانوا كيدخلوا منها الخليفه السلطان ومراسم رسميه، هذاك الشيء كاين هذه الدرجه هذه حيت كان الحيط باش كيقدر يطلع فوق الحصان ديالو. بزاف الناس كيتسالوا علاش كاينه هذه الدرجه، هذه هو الهدف ديالها. وكاين الباب الثانيه للزوار، كاين واحد الباب مخبيه كيعرفوها غير الساكنه. غنجي نوريكم الباب الثانيه ديال الزوار. حدا كل باب كنلقاو اماكن المراحيض، والمراحيض باش كنسخنوا الماء ديالها كنلقاو الحمام، وهذاك الحمام باش كيسخن كنلقاو واحد الفرن. كاينه واحد التشكيله، واحد التوافق ما بين المرافق بحال اللي كنشوفوا. يعني بما ان حنا جينا للجامع اللي هو جامع كبير، ضروري غادي نطلعوا على الفران. هذا الفران التقليدي اللي غادي نلقاو عنده الف الخبز، انواع الخبز. وكيف ما كيقولوا المثل التطواني كيقول بان الفران سبق الجامع. هكذاك. السلام عليكم اسيدي، كيف نتوما مزيانين؟ شي خبيزه نذوقوها ممكن؟ والريحه شهتنا. لا عندنا بعدا واحد السيده كتوحم. جوج. عندك سخون بزاف. أنا قلت سامي موال بالفران المدينة القديمة. وباش الواحد يزيد يستمتع بروعة الهندسة المعمارية للمدينة القديمة لتطوان، خاصو ولا بد يزور دار تقليدية تطوانية بكاع أصالتها. سي هشام هو البروبريتير ديال الدار. مرحبا بنا عندك. سلام، مرحبا بكم عندنا، مرحبا بكم في قصر العربي بريشة. الحاج عربي بريشة وجد جداتي صاحب الدار، كان امين الامانه في العهد الحسن الاول، السلطان حسن الاول. قدمكم حفيده ديالو هي الوالده الحاجه مهديه مدينه، هذيك التوره في الشده ديالها، الشده التطوانيه. عمرها شحال كتكون؟ هذيك عندها 12 13 عام. ونقدمكم الوالد المرحوم الوالد ديالي لو سوفتور دو لا ميزون سي طيب الحراق. والد التوره هذاك هو اللي زعم عام 2001 يصوفي واحد باتريمون تطوان، واليده ديالو كانت هي دهر تطوان، الجماليه تطوان، لاركيتكتور تطوان. شكون كنعرفو المغاربه قبل. وبالنسبه للسياح اللي كيكونوا مهتمين يتعرفوا على هذا المعمار، واش يقدر اي واحد يجي ويزور الدار ديالك؟ مرحبا. هذه كيف فكره الوالد الله يرحمه هي نظهروا المعمار المغربي للجامع. دار بريشة قدرنا نتعرفوا على تفاصيل معمارية غاية بالروعة. من غير البهو الواسع، كل زاوية من هالدار كتنفس الأصالة، وكل غرفة وعندها حكايتها. واللي زاد إعشابنا بدار بريشة هي الفخامة اللي كتميز بها الغرف، خصوصا طريقة تأتيتها. شرح لنا سي هشام باللي في كل غرفة ديال المعيشة كنلقاو فيها الفريش مع الحنية والناموسية مكسوة وملمطة بالتعجيرة، وتفاصيل أخرى بتسمية ما يسمعهم الواحد غير في مدينة تطوان. كيفاش جاتك الدار ديال تطوان؟
القديمه ياس راه حلوه فريمون زعما كلها اوتنتيسيتي كلها كاين ان شارم ما كاينش شي بلايص اخرى فريمون زوينه بزاف سمعتي اش قالت ان شاء الله دينا الدار في تطوان ان شاء الله هكا خاصني ريا بهذا الكبر بحال هكا الله يخليك ميرسي بالجرده بدوك الكليسات باش بقات تقبل حبابها من تونس وصحاباتها في المغرب انت كي جاتك الدار عجيبه هذه عجيبه ما بعيدش بزاف من دار بريشة تمشينا شوية حتى لدار العدي اللي حتى هي كتعتبر من أهم وأجمل نماذج المعمارية لدار تطوانية أصيلة وهذه المرة بنفحات أوروبية معاصرة. C'est un musée qui parle de l'histoire de la ville de Tétouan mais à travers les images. C'est-à-dire il y a une exposition qui s'appelle Vision de Tétouan depuis le 16e jusqu'au 20e siècle et en fait ça représente les images donc les tableaux qui ont été faits par des peintres qui sont passés dans la ville depuis le 16e jusqu'au 20e siècle. Ce musée est composé de 7 salles d'exposition. Une des salles, c'est celle-là. Je vous explique rapidement. L'idée, c'était de suivre le voyageur qui arrivait à Tétouan. Il rentrait dans la ville et il découvrait au fur et à mesure la ville. Donc la première salle, c'est une salle qui s'appelle Paysage de Tétouan. Manade de Tétouan, donc Paysage de Tétouan. Et donc, il montre la première vue que voit le peintre, le voyageur, de l'extérieur de la ville. Naya, c'est la deuxième salle. Le voyageur mène chef les paysages de la ville. D'abord, au sein de Medina, et donc dès qu'il chauffe les murs de Medina, les portes, les rues, etc. D'abord, je vais vous montrer le souk de l'Hout لان هنايا كان كيتباع الحوت فعلا ولكن مع الوقت يعني تبدلت التجاره ورجعت هاد الساحه مختصه بكل ما هو تقليدي وخصوصا المنادل السلام عليكم ولا لا لاباس عليك يانين على خير كنشكروك زينب اللي خليتينا نكتشفوا مدينتك تطوان بهالطريقه المتميزه وقبل ما نمشي ونتغداو كنظن هذه هي الفرصة باش تشاركينا طبيعة المهنة ديالك كمسيرة وكالة أسفار أنا زينب بن عبود مديرة عامة لوكالة الأسفار والسياحة هنا في تطوان هذه أكثر من 10 سنين لأن كنعتبر أن السفر هو علاج للروح ملي كنسافروا كنشوفوا الناس كنشوفوا الثقافات ديالهم كنوسعوا الفكر ديالنا عموما كان الروح ديالنا كتفرح كتسعد كنكتشفوا يعني فيها عنصر الإثارة والتشويق دائما حاضر ومن خلال هذه الجولات السياحية اللي كتركز على المدينة القديمة والتاريخ بغينا نعيدوا الاعتبار ان هذه المدينة تطوان على اعتبار انها تراث عالمي للإنسانية وبغينا نعاودوا نحيوا السياحة الداخلية كيعجبني في السياحه هو انه واحد يعني واحد الدومين كيبوج يعني فيه الحياه وانا بطبعي كنبغي الطاقه الايجابيه كنبغي الفرحه البهجه والتواصل مع الناس خصوصا كنساهم في السياحه انني كنحاول نخلق البصمه ديالي في كل سيركوي او لا جوله سياحيه خصوصا ان المدينه ديالنا تطوان محتاجه انها تكون داخله ومدرجه في البرامج السياحه السياحيه عموما لان تطوان دائما كيعتبر السائح المغربي على اساس انها منطقه عبور من اسبانيا ولا يعني ما كيعطيش الراس الفرصه انه يكتشف هذه الجماليه الحقيقيه اللي متواجده في المدينه القديمه دابا هادي كنظن احسن حاجه نساليو بها نختمو بها لو سيركوي ديالنا في المدينه القديمه هي على الشهيوات المحليه مرحبا بكم عطيتنا شويه زينب على الاطباق ديالكم شناش كتكون المائده ديال الناس ديال تطوان
في الحقيقه كيف ما كتشوفوا كاين مجموعه من المقبلات هنايا والشلايد، كاين هذا البرنجه اللي كنقولوا حنايا وانتم كتقولوا له الزالوك، كاين هذاك اللي كنقولوا له حنايا الجعده وانتم كتقولوا له خيزو، وكاين هذيك الشلاده دماتيشا بالمعدنوس. شنو هذه معمره؟ معمره بالجبن بلدي، هذا هو اللي مميز فيها لان الجبن البلدي هو جزء من المكونات ديال الطبخ المحلي التتواني. هكذاك وزيدين عليها شنو زيدين عليها؟ زيدين عليها زيت زيتون، الزيتون حتى هو مطحون. ايوا حنان، انت شنو هي لامبريسيون ديالك من بعد هذا السيركوي اللي ما كنتي كتعرفي والو على مدينه تطوان؟ لا فيريتي، شحال من مره جيت لمدينه تطوان يا دو باساج اولا نجي للبحر، ما عمري ما اكتشفت هاد لو كوتي ديال المدينه، البلاد زعما المدينه القديمه، الاحياء اللي فيها، لا سينيفيكاسيون دي كولور، سي امبريسيونون. يعني حاولنا نبينو من خلال هذه الجوله السياحيه الجانب السياحي لمدينه تطوان باش ما تبقاش مقتصره يعني بحال مدينه دو باساج، يعني تصبح مدينه فعلا كتستاهل انها تشاف. واللي زوين فيها انا اللي عجبني بزاف انه حتى السياحه بسطوها فيها، ملي كتدخل ليها وكتلقى لي سينياليتيك ما عندكش فين توضر. دابا انت سينابيل اكتشفتي واحد الوجه اخر للمدينه ديال تطوان. دابا ما نكمل معاك، ما هضرتش تزيدوني من هذه بنينه بزاف. كلشي ديالك بنينه هاد لونطري. بصحتك، تستاهل كل خير. دابا المره الجايه خاصكم تجيبوا معكم حتى الدراري ان شاء الله باذن الله. يلا هضرت مع حنان، لا بروشين فوا نجيبوا الوليدات ان شاء الله. وانتم شنو اللي عجبكم بزاف في المساريه في وسط المدينه القديمه؟ انا متاكده باللي اكتشفتوا بزاف الحوايج معنا ومازال غتزيدوا تكتشفوا الا جيتوا بوحدكم، ومن هنا غنكونوا وصلنا لنهايه الرحله ديالنا على هذه الاطباق الشهيه ومع وجوه الخير. نتلاقاو من هنا 15 يوم في منطقه اخرى من بلادنا مع مجموعه جديده. ايوا خليت لكم الراحه. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.